عمليات شراء الدولار من الأسواق تجاوز الحاجز الطبيعي خلال الفترة الماضية. شركات استيراد وتصدير وإنشاءات قامت بشراء كميات كبيرة من العملة الصعبة من محال الصرافة في بغداد، ما زاد المخاوف من وجود عمليات تهريب للدولار بعد العقوبات الأمريكية على إيران. مصادر أشارت إلى رصد أكثر من 400 مليون دولار تم سحبها من سوق التداول اليومي منذ بداية الأسبوع الحالي من مكاتب الصرافة والشركات المالية المرخصة في بغداد والمحافظات، ولم تعد إليه، الأمر الذي سيؤثر سلبا على الدينار العراقي من ناحية سعر الصرف مقابل الدولار بعد فترة استقرار طويلة في قيمة العملة بفعل سياسة اعتمدها البنك المركزي العراقي مطلع العام الجاري بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تهدف إلى إلغاء صفر واحد من الدينار لمعالجة التضخم في البلاد. إجراءات حكومية حازمة كشف عن اتخاذها بالتعاون مع البنك المركزي لتحديد مقدار ما يمكن بيعه من الدولار للشركات أو الأشخاص، وإنشاء قاعدة بيانات لكل شخص يشتري الدولار وإلى أين يتجه به أو جهة إنفاقه، بغية الحفاظ على سعر صرف الدينار ومنع انهياره في ظل المتغيرات الجديدة. ويرى خبراء اقتصاديون أن السوق العراقية للسلع والخدمات لم تتأثر بشكل واضح حتى الآن جراء العقوبات الأمريكية على طهران، لكن مع زيادة نزيف العملة الصعبة فسيترتب على ذلك آثاره السلبية على كل القطاعات وتهديد للأمن الاقتصادي العراقي.